طيب بص هنا قول لي مين الدي ار ومين الدي ار. يلا بينا. مين الدي ار ومين الدي دي ار؟ مفيش اصلا انتخابات، والبرايورتي على فكره بقى يفوت تبقى زيرو.
يعني اصلا البروتين اللي هو اصلا مش بيتخلق. فاذا هيحصل انخلاف هنا وانخلاف هنا. دي حته ثانيه الناس بتقع فيها، يعني ما دام انخلاف هنا يبقى انا اخش هنا بايت ادرس وهنا اخش بايت ادرس. لا ماليش دعوه بايت ادرس انت واخده، ولا ليه علاقه بالموضوع خالص. بايت ادرس انا ليه علاقه بالراوتر اي دي. اذا كل واحد من دول فين الراوتر اي دي بتاعته؟ اهي ده الراوتر اي دي لوب باك، لوب باك فيزيكال ادرس، فيزيكال ادرس. هو الراوتر الجديد اللي احنا كنا بنقول عليه هو الماك ادريس برقم وخلاص. واحنا بنشرح يعني نقول ده خمسات وده اربعات. ايوه مش ماك ادريس، ماك ادريس خلاص. اي قصدي هو الراوتر اي دي يا اما بلاش هيكونفجر تو الامر كوبايت ادريس والراوتر اي دي القديم بتاعنا، يا اما انا في المثال بتاعي ما عملتوش بلوب وسبته بلوب باك، يا اما لو مفيش لوب باك ولا راوتر اي دي الراجل بيختاره ازاي؟ اعلى فيزيكال انترفيس زي ولا ده او ده. انا فاكر احنا خدنا حاجه كده. ايوه تمام ها واضح كده؟ ايه ده باكيت تريسر هاي في ثلاث راوترات الحقيقه، مش بليف ان هو يعني اصلا حاجه كويسه ان انت تجرب على ثلاث بي راوتر. وكده خلص اول توبيك وهو الاكبر زي ما شايفين خدنا فيه اكتر وقت اللي هو عمليه الايه؟ الادكشن دي ار والاي والبي دي ار. نيجي بقى للتوبيك الثاني ده هي الجديد مش عارف خلص ازاي. ليه خلص ازاي؟ بيقول لك ار 2 دوت متوصل بالانترنت هنعمله ديفولت راوت اي راوتر ماتس فار ماتس فار اللي هو الديفولت راوت بيقول له اخرج منين؟ روح من هنا روح للانترنت. طب و ار 1 و ار 3 ما هو كمان عايزين انترنت هنعمل ايه؟ هنروح لار 2 اللي هو متوصل بالانترنت ونقول له ديفولت انفورميشن اوريجينيتد اللي هي انا بقول الكلام ده كده بصيغه عبيطه وبسرعه اللي احنا خدنا الكلام ده اوريدي فريب اتس اكزاكتلي ذا سيم سيناريو بالظبط. كان في راوتر فريب ومتوصل بالانترنت قلنا له اي راوتر 4 4 4 نيكست هوم اي بي ادريس او اكزيت انترفيس نستفيد بقى العادي جدا بتاعنا وبعدين قلنا له ديفولت انفورميشن اوريجينيتد تحت ريب هو سكيف اكزاكتلي ذا سيم بنفس الكلام ديفولت داش انفورميشن اوريجينيت. الريزلت بس اللي هتفرق ان هو الاوتبوت بتاع الديفولت راوت دوت هيبقى شكله عامل ازاي. تعالى نجربه هنا في النتورك بتاعتنا. خلينا مثلا نجيب راوتر كمان واي نوت نجيب واحد كمان هنا ونسميه مثلا ايه اي اس بي هنا ونوصل ايه ما بين دوت ما بين 2 سيريال 6 0 هنا دي مثلا سيريال 6 0 كده وبعدين نستارت الراوتر ده لو ما كانش بتاعنا او نستارت وبعدين رايت كليك كونسول اوكي وهيبقى موجود معايا الاي اس بي. عقبال ما يحمل هو انا وصلته فين في ار 2 هنروح للكونفجر انترفيس سيريال 6 0 ديت انترفيس سيريال 6 0 ونو شوت وبعدين اي بي ادريس مثلا 41.1.1.255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 .
سيريال 6 سلاش 0 وبعدين هنقوله بوش داون IP address 41.1.2.255.255.2. اوكي كده بقى في كونكتيفيتي بقت موجوده عندنا كان في انترنت. نروح على طول بقى ونقول عندك ديفولت اوت حضرتك يبقى نعمل ديفولت اوت اظن فاكرينه مش في حاجه IP راوت كام 0.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 
2 وممكن يعني احنا ما عملناش فول سبيسفايد قبل كده واي نوت سيل 6/0 اذا عملت الاثنين باكيت تريس ما كانش بينفع في الجينس دي او بينفع عادي جدا الاكزيت انترفيس الاول وبعدين الاكس نو بروبلم بعد كده نرجع لو اس بي اف راوتر او اس بي اف 10 الاول خلينا نتاكد لك ان الراوت ده ظهر شو اي بي راوت في ديفولت راوت موجود 0 0 فيا لايك ادرس ونكس هوب اي دي 1 0 بقى عندي جيت واي لاست ريزورت مش جديد عليها طبعا الناس الثانيه لا يعني لو رحنا الار سي مثلا ظهر شو اي بي راوت مفيش ديفولت راوت طب كله في حرف او موجود الال والسي بتاعنا لكن مفيش ديفولت راوت طب هنعمل ازاي؟ اقول ديفولت داش انفورميشن مين اوريجينيت انتوا كده ايه اللي هيحصل؟ خلاص متوزع في الثانيه ديت او في اخر الثانيه هتلاقيه اتوزع وهيتوجد طب لسه خدت وقت شويه ظهر ايه اللي ظهر؟ 000/0 تمام وايه بقى الغريب ده؟ او ماشي نجمة ماشي ايه دوت؟ اي 2 ده معناها external type 2 لو عارفوا احنا فاكرين دوت بقى زمان ما جيناش عليه او بيقول لك يعني هو اسباب يعني لك دور بقى على اي 2 هنا في وسط الحفله دي يقول لك ده ايه؟ حاجه اسمها او اس بي اف اكسترنال تايب 2 ايه الكلام ده؟ دي طريقه لو اس بي اف في الحقيقه في الداتا بيس بتاعته ان هو يميز الحاجات اللي هو حاسبها يعني ايه حاسبها؟
فاكرين الداتابيس، فاكرين الشجره، فاكرين الرسمه، اي حاجه انا حاسبها وقعدت فيها قوي كده دي موجوده في حرف الاو، يعني دي بتاعتي ومعايا الرسمه بتاعتها في الاخر، الشجره والتفاصيل الكامله بتاعتها. لكن دي جت منين؟ ده في واحد بيقول لي ان في حاجه بره اصلا واسم في الباب، هي فين اللي بره واسم في؟ ده دي فولت اوت اللي احنا كتبناها هنا ده يا جماعه، ده بره واسم في، هو واسم في حسبه، هو واسم في كنت اكشن معاه خريطه معاه ولا الهوا. احنا دخلناه في الداتابيز بس بنقول عليه جاي عميل خارجي كده، جاي حاجه من بره خارجيه، فعشان اميزه في الداتابيز عندي وفي الراوتنج تيبل كمان بتلاقيه بيظهر بهذا الشكل. اي 2 اي يعني اكسترنال تايب 2، طب ده معناه ايه؟ ان في الحقيقه اكسترنال تايب 1، يس؟ اي 2 ويبقى دي هتلاقي في E1 external type 1. بس it's not the focus of this chapter، هنشوف ان شاء الله في الايه في النكست تشابتر اللي هو بتاع المالتي اي. تمام؟ غير كده عادي جدا ديفولت اوت 110 سلاش 1 ليه؟ الاي دي بتاعه 110 والمتريك بتاعه الكوست بتاعته باي ديفولت بتبقى 1 في الحقيقه. لا هي كده لوحدها باي ديفولت دي. وبعدين نكست هو بعد كده عادي جدا. إذا الراجل ده بيقول بقى عنده جيت ويت لاست ريزورت 1 2 اللي هو R2 نفس الكلام R5 أو دلوقتي شو أكتر أوت مثلا R5 أوكي هتلاقي الديفولت راوند ظاهر هنا برضه 110 سلاش 1 برضه نجمة الأسترس حاجة وأدي الديفولت راوند إزاي توزع في مين في الأستاذ كروسكي. طبعا النقطة الأساسية اللي برضه تيجي سيرتها هنا إن R2 ديفايس دوت هو لو حد عايز إن أنت هيروح له أوكي عشان هو يوزع الديفولت راوند. في سبب ما الناس بتتلخبط وتفكر بدل مثلا لو R5 في DR اوكي وحد عايز يبعت داتا فالداتا دي بتعدي على DR الاول بما انه هو الزعيم وكده. لا خالص، الداتا وهي رايحه بتروح البيست باس اللي هو العادي جدا الالجوريزم بتاع اس بي اف والراوتنج تيبل والطريقه العاديه اللي احنا اتعلمنا بيها الراوتنج. مالهاش علاقه خالص بالدي ار بي دي ار، وظيفه الدي ار وبي دي ار تنظيم الابديت بس فقط لا غير. فمحدش فكر ان الدي ار ده له علاقه بعمليه الراوتنج او الباث اوف داتا يعني ما نخش في الباث بتاعي الداتا. اوكي هنا عمل الكلام اللي انا اوريدي وهنشوف الاوبننج ماي 2 ديت. لا ما جابهاش حتى دخل على اس بي فيرجن سي على طول وعمل نفس الكلام بدل الاي بي راوند اي بي 6 راوند بدل 4-0 ايه دبل كون سلاش 0 بس نفس الامر هو ديفولت انفورميشن ايه فيرجن ما اقدرش مش هرجع لهم طبعا ما عنديش تكنولوجيا اس بي فيرجن 3 ومش زي ما تعرف كالعاده مش مهمه جدا بالنسبه لنا. اوكي بس عايز اوريك ان النجمه برضه مش موجود فاكرين الديفولت راوت عندنا ما بيظهرش النجمه في خلاص 5 لكن اي 2 ولا لا اي 2 هي نفس دي الحق بس ادي الديفولت راوت مش بقى موضوع طويل على حكيت زي الايه قبل الدي او بي دي ار نفس الكلام في الاول هيخلص في 5 دقايق موضوع بسيط جدا بيتكلم على اللي هو اس بي اف هلو اند ديفولت ايه الكلام دوت باي ديفولت تمام حسب النتورك تايب الحقيقه خدنا كام نتورك تايب قلنا في 5 لو النتورك تايب بتاعك اول نوعين ده كويس انا هو دول اللي عليه ده الهلو باي ديفولت 10 والديت كام؟ 40 لو النوعين اللي بعديهم فاكرين الفريم ريلي الغريب دوت لا الهلو 30 والديت 120 حاجه ثانيه خالص بس احنا مش عارفين مش مهم يبقى عندنا دوت تعرفه وتحفظه طبعا ان الهلو بتتبعت كل 10 ثواني والديت تايمر كام؟ 40 ثانيه بس اكشلي ده مش اكسبتبل يعني مش مقبول ابدا في النهارده شبكه النهارده ان انا استنى 40 ثانيه وبعدين اقول ان انت مت ليه؟ 40 ثانية حضرتك لو بتعمل بينج لياهو دوت كوم مثلا زي ما عملنا قبل كده 100 مرة في الكلاس بتلاقي البينج بيقول لك الوقت اللي خده لغاية لما يروح ويرجع تاني 800 ملي ثانية أقل من 1 سكند تمام فأنت بتقول لي هتصبر على الراوتر إن هو يقع لا طبعا 40 ثانية دي تو ماتش بالنسبة لي أوكي فأكشلي هنا بيتكلم على إن أنا أقدر أغير الهلو تايمر وأقدر أغير التايمر بسهولة بس الشرط اللي قلنا عليه من زمان فاكرينه لو غيرت الهلو تايمر والديد تايمر لازم تغيره الناحيه الثانيه من الناحيه الثانيه ديت اي جار متوصل معايا على هذه الانترفيس والا علاقه الجيله ما بيننا هتقع على طول في اللحظه لان كل ما انت عمال بتاع شغال او صح كانش شغال ما بطلش طبعا ادي الاو اس بي بتاع اي واحد فيهم امسك اي راوتر فيهم هتلاقيهم كلهم هنا كلهم متوصلين بنفس اللينك عندهم الراوتر ديد انترفل ب 40 والهلو انترفل بكام؟ ب 10 ده انا ما لعبتش فيهم والنتورك تايب دوت الايه السيتنجز بتاعته واي فولت هلو كل 10 ثواني ديد بعد قد ايه؟ بعد 40 سنه. وزي ما قلنا ده تو ماتش وانا عايز اعدله والله اهو لو دخلت كده على اي راوتر غيره انا واقف على 5 وهعمله 5 قلت له كده اوكي انترفيس جي 0 سلاش 0 الكوماند طبعا هياخد لعيبه اي بي او اس بي اف هلو هيقول لك هلو انترفل ونقول له ثانيه بس تمام وبعدين اقول له اي بي او اس بي اف مثلا انترفل اوكي ونخليه ثلاث ثواني
اوكي يبقى تمام يا جماعه خليكم لسانيه ولو عدت 3 ثواني تعتبر ايه ابديت بالنسبه لي وبقيت ما بعرفكش يعني. طبعا ايه اللي حصل في الخلفيه؟ لاحظ ان انا ما حصلش اي حاجه بس الحقيقه اللي هيحصل دلوقتي عند كل الراوترات دي ان الراجل دوت 5 هيحصل فيه ايه؟ هيبقى ديد بالنسبه لك يعني الحقيقه اللي نقدر نشوفه لو جاله بسرعه كده بس حطه اهو شايفين ايه اللي حصل دلوقتي؟ النيبر بتاعي 5555 اتحول لداون تمام ليد تايمر اكسباير 3333 ليد تايمر اكسباير تمام ايه اللي حصل؟ الراوتر بتاعنا طبعا شايفين ايه اللي حصل؟ العلاقه بتاعت الجيره كلها باظت تمام لان الراوتر بتاعتنا اتاكد بس كلهم في نفس المود عشان ايه تمام نفس المود اوكي فايس في اصلا مش عايزين في حاجه خلاص شكرا هنقول لهم كلهم دلوقتي شو اي بي او اس نيبر اوكي 5 فيش لكن 1 2 3 4 موجود ايه اللي حصل؟ 5 ما عندوش ولا جار ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ مفيش ولا جار خالص ما عندوش اي عقل جار ليهم لكن 1 عنده مع 2 3 4 2 مع 1 2 3 4 فاهمين القصه؟ شغالين عادي بينهم بعض طبعا الانتخابات باظت وعملت ماشي مش مشكلتنا احنا خلاص عملنا موضوع الانتخابات كده انا يهمني هنا دلوقتي ان علاقه الجيره باظت رغم ان في الحقيقه مين اللي باظ 5 صح؟ ادي 5 هو ما زال بيبعت هلو لا بيبعت بس بص المشكله في ايه؟ هلو الترفل 1 والديتا ترفل 3 ودي مش بتماتش الفاليوز اللي موجوده عندي اللي هي فولتين و40 يبقى طول ما هم كده خلاص انا ما بعرفش الهلو بتاعتك دي ولا بعبر 5 عمال يبعت هلو 1 و2 و3 و4 بيبعتوا هلو لكن محدش هيعبر 5 في الهلو بتاعته جميل جدا، ايه الحل ده؟ احنا نرجع الجيرة لازم اكشولي نكونفيجر كل الراوترز، وانا معايا هنا الاوبشن اللي هعمله كونفيجر مرة واحدة، فهتسهل على نفسنا وكونفيجر اي بي او اس بي اف، وهنلو داش انترو كام عملناها؟ ثانية، واي بي او اس بي اف ديت داش انترو، لا مش هعمل الديت، اوكي؟ مش هعمل الديت ليه؟ عشان اوريكم حاجة بس. لو تقدر تو شو اي بي او اس انترفيس جي 0 سلاش 0 ده لو لك مهم جدا يطلع لك الحاله والبريورتي ومهم جدا بالنسبه لنا ده كمان مهم جدا لما بيطلع ليه الهلو والديت لوحده عمل اربعه لاحظتوا الديت كام اربعه ما قلتلوش حاجه والواحد عمل اربعه ايه القصه هنا؟ هو باي فولت كنت هقول لك بيضرب في اربعه بس مش لازم انا عملت هنا خمسه اللي انا عملته عملته كام؟ ثلاثه عادي نو بروب لكن هنا دوت او اي حد تاني منهم في الحقيقه هيبقى الايه التاير بتاعه باي فولت اربعه فاذا لو انا عايز اغير اقول له اي بي او اس بي اف ديت داش انترنال كام يعني اوكي كله طبعا هيرجع يبقى الدنيا تتعادل تاني دو شو اي بي او اس نيبر خمسه رجع بقى عنده حبايبه لانه كتير دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين 1 2 3 و 4 رجع اهو كل مخلوقاته تمام يبقى اذا لو انترفل وديد انترفل سهل جدا ان احنا نغيرهم زي ما شفتوا وان كوماند لكن مهم جدا ان احنا لما نغيرهم تبقى فاهم كويس قوي انت بتعمل ايه عشان خاطر لازم تغير من الناحيتين يعني مثلا هنا غيره خلال 25 اوكي وقعت علاقه الجيره طبعا بهذا الشكل لغايه لما دخل صلحها وقال له خمسه وما نغيرش الداتا لان هو واحده بقى ايه بقى 20 ده احد الشروط الاساسيه بالنسبه لنا عشان نبقى جايين ان اللود تايمرز والديد تايمرز تماشي اوس بي اف فيرجن 6 او اوس بي فيرجن 3 تايم فيرجن 6 الكوماند بس هيتغير بدل الاي بي يبقى باي بي 6 تمام اوكي وخلص الايه التوبيك بتاع اللي هو انترفال والديت تمام بس حاجه للحياه العمليه عشان تبقى فاهم القصه في الحياه العمليه تقول لي طب ما كده برضه كتير مش كده كتير برضه انت عملته خليته كام؟ تايم خليته كام؟ ثلاثة صح؟ هو انت عايز فاهم كده تلاقي في ايه؟ اقل حاجه ممكن اخلي الديد تايمر كام؟ 1 سكند بس ده معنى كده ان اللو هيبقى ايه؟ بالملي سكند صح؟ اللو هيبقى بالملي سكند بس لازم تفهم حاجه انك كل ما تعمل كده بص طبعا هنا الراجل ده اتجنن يعني وشورت كان عمال يكابشر ليه؟ كان عمال يكابشر باكيتس بتحصل كل 10 ثواني دلوقتي شايفين اصلا ما بتلحقش يعني ما بنلحقش تقف على ايه الباكيتس دلوقتي الباكيتس بقت كل كام؟ ثانية مش لو قلت له كل ثانية مدة ثلاث ثواني فإذا طب ماشي ده باكيت تريسر هنا قصدي باكيت كابشر هنا عادي والدنيا في مشاكل لازم تفهم في الحالة العملية ده بروسيسنج ممكن يكون تو ماتش بالنسبة للراوتر بتاعي تمام هو بيبعت له وكمان بيستقبل البروسيس اللي بيبعتها وبيبروسس الايه اللي بيستقبلها
والتاني ده ممكن يكون تو ماتش. فالحياه العمليه مش بنحقيقه بنقلل الرقم لحاجه كبيره او كده. وبعدين يبقى برضه نرجع نفس المشكله، لا يعني عندنا سولوشن تاني، اوكي حاجه اسمها بروتوكول تاني بيحل لنا هذا الموضوع، ملوش علاقه بـ اس بي اف، اسمه بي اف بي، تمام؟ مش علينا طبعا سي سي اي ولا حتى سي سي بي في الحقيقه يعني، لكن انا عايزك تعرف بالنسبه للحياه العمليه ما تستغربش ان احنا نسيب التايمرز او تروح في حته وتلاقي التايمرز عاليه زي ما هي مثلا او رقم كبير وتقول ازاي، بس رغم كده الحقيقه لو حصل اي حاجه في النتورك الديتكشن للبي اف دي دوت بالملي ثانيه، يعني ممكن بعد ربع ثانيه تعرف. اوكي الله بعد ما نفس المشكله بروسيسور، لا ما دي ميزه بقى، ما فيش بروسيسور، البروسيسور مش بيتعب ولا حاجه. والبروتوكول ده بيشتغل على اي راوتنج بروتوكول؟ اه بيرتبط باي راوتنج بروتوكول. وبيرتبط كمان بالاتش اس ام بي. حتى الاتش اس ام بي ممكن تشتغل عليه. اي حاجه يعني من البروتوكولات المهمه بالنسبه لنا اللي بتحتاج تايمز. اتكلمنا بقى عن موضوع سيسكو قالت لك ان هو اتلغى، بس احنا بنشرحه كده كده، اللي هو راوتنج بروتوكول اي اوثنتيكيشن. ايه اللي بيحصل هنا؟ زي ما انتم شايفين في راوتر 1 وراوتر 2 وراوتر 3، دول جيران مع بعض هنا كده بهذا الشكل. وفي واحد هاكر دخل في النص بيعمل ايه؟ بعت رساله او اس بي اف ابديت بتقول 10 ار 1 192.168.10.10/32 از ريتشبل ثرو ار 2. اوكي ابديت ار 1 عن الرقم الشبكه دي وان هي موجوده على ار 2. طيب فين الرقم دوت؟ تحت لو بي سي 1. بقول له الرقم دوت سلاش 32 ايه الرقم دوت سلاش 2؟ ده اللي هو الادرس بتاع البي سي بالذات، يعني مش نتورك، انا بقول له ده هوست راوت، فاكرين احنا خدنا هوست راوت اللي هو سلاش 32، وبقول له ان هو ريتشبل ثرو ار 2. يعني لو بقول ار 1 لو عايز توصل لبي سي 1 ابعت الداتا لمين؟ ار 2. هتقول لي طب ما ده اكيد مش هيحصل لان ار 1 ده دايركتلي كونكتد، يعني هو مش بيفضل كونكتد على الويس بيف ولا ايه؟ صح؟ لا الدايركتلي كونكتد هنا هي 192 168 10 0 سلاش 24. انت بعت لي شبكه ثانيه خالص بتقول لي 10 10 سلاش 30، مالهاش علاقه ب 10 0 سلاش 24. اذا انا هقبل الابديت ديت تماما ومفيش عندي اي مشكله، وهحطها في الراوتنج تيبل ان بي سي 1 ده موجود على ار 2. لما يجي بي سي سي عايز يكلمه يبعت ار 3 اللي هو باشا عادي، بيبعت ار 2 برضه باشا عادي، كل حاجه سليمه عنده، يبعت ار 1 المفروض يبعتها بي سي 1، لكن بسبب الهاكر عن طريق اللي هو سكيب ابديت ان هو عمل له بوظه قام جاي بعت ار 2، يعمل ايه ار 2؟ بعت ار 1 لحد ما تموت. لوب 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 بهذا الشكل رايح جاي ما بينهم لغايه لما ايه الموضوع يعني ينتهي بالتي تي ال، تمام؟ يعني ده اللي هيفتكر ترى حاجه لغايه لما طبعا الهاكر دوت يعني بوظ لنا الدنيا بريدكت ترافيك، بيقول لك ان هو يعمل راوتنج لوب، بريدكت ترافيك ان هو يمشي في حته معينه ممكن يعملها مونيتور يراقبها عشان يعملها كابشر، ودايركت ترافيك اللي هي في الغابة يعني ممكن يخليك في لعبة ترافيك في الغابة، المهم في الآخر هيديستربت النتورك إيه بتاعته. طب إيه المشكلة؟ إيه اللي حصل هنا؟ كل ده بسبب إن الراوتر دوت قبل أبديت نيكست ستيت أبديت من راوتر تاني، مش من راوتر الحقيقة، من حد بيدعي إن هو أر 2. هو الحكم ده بيدعي إن هو إيه أر 2 وهو عنده الرقم بتاع إيه بي إن دوت. إزاي بقى نحل هذه المشكلة؟ عن طريق إن إحنا هنسكيور الراوتنج أبديت، عن طريق الأبليكيشن، عن طريق الالجوريزم او الحاجه اسمها ام دي 5. وايه اللي اكشلي بيحصل؟ ار 3 دلوقتي لما يحب يبعت الداتا بيعمل حاجه اسمها كومبيوت للسيجنتشر بتاعها للداتا ديت وبعدين يبقى ابديت. ايه بقى القصه بتاعت السيجنتشر؟ تمام؟ الام دي 5 دوت عباره عن هاشنج الجوريزم بيشتغل كالاتي. ده كده الام دي 5 هاشنج الجوريزم. بدخله انبوت معين، الانبوت ده مثلا في المثال بتاعنا الداتا بتاعت او اس بي اف. ابديت مثلا او نسميها حتى ال اس يو داتا، وبدخل معاها هنا الباسورد. ايه الباسورد؟ الباسورد معين اوكي سيسكو اي حاجه. لما بدخل الاثنين دول في المعادله الرياضيه، دي معادله رياضيه في الاخر، الجوريزم ده طبعا شويه معادلات في الحياه مش معادله واحده يعني، بدخل فيه الداتا مع الباسورد، يقول لك انا هطلع لك فاليو كده بنسميها الام دي 5 هاش، او الاسم الثاني الاظرف شويه لانه مفهوم بالنسبه لنا كبشر هو سيجنتشر. توقيع، يعني مشابه جدا للتوقيع ورق حضرتك اللي بتمليه على الشيكات والعقود وفي البطاقه وفي اي حاجه ثانيه. تمام؟ فاذا الداتا دي بالباسورد دي بيطلع لها التوقيع دوت. الفكره هنا في التوقيع دوت حاجتين، انه يونيك، يعني ايه يونيك؟ يعني لو غيرت في الداتا دي او غيرت في الباسورد دي تغيير طفيف جدا بالباينري، يعني قلبت صفر واحد مثلا اقل تغيير ممكن، الهاش هيختلف خالص. اذا فهمتوا يعني يونيك؟ يعني دايما لو دخلت داتا مختلفه تطلع هاش مختلف، لو غيرت في الباسورد تغيير طفيف خالص الهاش هيطلع مختلف. يبقى اذا هو يونيك، عامل زي بصمه،
تاني او سيجنتشر توقيع. المفروض ان اي فينا واحد فينا التوقيع بتاعه يونيك، المفروض ان بصمه الصباع بتاعتنا يمكن ادق من التوقيع كمان، يونيك مفيش زيها. يعني نفس الكلام اذا الداتا دي بالباسورد دي لهم بصمه معينه ما تتكررش. الحاجه الثانيه اللي المفروض تبقى موجوده في السيجنتشر دوت، ان لو حد معاه السيجنتشر دوت واكشولي معاه الداتا معاه ده وده ما يعرفش يجيب ده. يعني لو فكرت دي معادله رياضيه زي كده مثلا 3x plus 2y equals z. x هو الداتا، الواي هو الباسورد، الزد هو الايه؟ الهاش. لو انا معايا الزد ومعايا الاكس مش عارف اجيب الواي؟ معادله ده ايه؟ لا اثنين مجهول مجهول، لا واحد بس مجهول صح؟ واثنين خلاص خلص الطفال صغيره يعرفوا يحلوها يعني مظبوط؟ لا المعادله الرياضيه ديت المفروض ان هي ما ينفعش حتى لو معاك الاوتبوت بتاعها زي ما هنا اللي قلنا عليه اللي هو الهاش دوت او السيجنتشر دوت ومعاك الداتا اللي هي اكشن هتبقى معاك، يعني الهاكر هيقدر يبقى معاك الداتا وهي تبقى معاها الهاش، ما يقدرش هو يديتكت او يطلع ليه الباسورد. اوكي؟ لان اللي هيحصل في الاتي الراوتر اللي بيبعت دلوقتي ابديت هيحط الابديت مع الباسورد ويعمل لهم هاش. وبعدين ادي الابديت زي ما هي مش متشفره، هي الناس بتفكر احنا بنشفر، مفيش اي تشفير بيحصل هنا. الابديت زي ما هي هحط في الاخر كده عليها توقيع اللي هو مين؟ MD5. احط في الاخر امبر في الاخر كده بديل الداتا بتاعتي احط الايه؟ ال MD5 اللي هو السيجنتشر داتا. فالداتا دي وهي مسافره كده لو اي هاكر لقطها هيلاقي الداتا اهي وهيلاقي ال MD5 اهو. اوكي؟ اللي هو السيجنتشر بتاعتي. اذا المفروض انه ما يعرفش يرجع مين؟ الباسورد. وهتمشي تمشي 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 لغايه ما توصل للراوتر بتاعي. الراوتر بتاعي يتاكد ازاي ان الداتا دي اوثنتيك او ان هي جايه من مصدر اصلي؟ والله الداتا بتجيله معاه ومعاه هو بقى اكيد الايه؟ الباسورد. لكن انا كونفجرد على ناحيتين يعني لو ده 1 دوت كده 2 هنا هكونفجر باسورد سيسكو يبقى هنا لازم هكونفجر الباسورد دي سيسكو بهذا الشكل كده التو ديفايسز عندهم نفس الباسورد يبقى لما تجيب الداتا هيدخل نفس الداتا مع نفس الباسورد في يطلع نفس الايه؟ السيجنتشر او الهاش ولا اكيد طبعا اكيد واضح؟ طيب جميل جدا ده الطريقه اللي بيشتغل بيها ام دي 5 وام دي 5 دوت سبورتد على ري فيرجن 2 الطريقه دي وعلى او اس بي اف فيرجن 2 وعلى اي اي جي ار بي بيزن ريب و او اس بي اف وكمان مين اي جي بي كلهم بيسبورتوا الهاشنج باستخدام ام دي 5 والسيجنتشر. بس زي ما قلنا زمان ايه المشكله في كل الكلام اللي انا قلته دوت؟ التغيير تماما زي ما قلنا زمان الام دي 5 اتكسر؟ ايوه قلنا من زمان خلاص الام دي 5 اتكسر ام دي 5 مش سكيور الام دي 5 مش كونسيدر ان هو سكيور. امال ايه السكيور؟ السكيور بقى او البديل بتاعه تمام في السيجنتشرز بتاعتنا هو شا اوكي وشا فيرجن 2 في الحقيقه اللي هو يعني شا 1 برضه ما ينفعش ما يعتبرش سكيور لكن شا 2 هو اللي يعتبر ايه سكيور. هو اللي بيستخدم دلوقتي شا مش ام دي 5 بالظبط تمام. في الحقيقه او اس بي اف لغايه قريب جدا على الاقل في الراوترز بتاعت سيسكو ما كانش فيه الاوبشن دوت لكن ده لسه اتضاف في 15.4 او 3 حاجه يعني لسه قريب جدا اتضاف الايه الموضوع الاوثنتيكيشن ده في حاجه بعد 15 يعني بس متذكر 15 بوينت كام اتضاف الاوبشن ان انا اعمل الاوثنتيكيشن ايه ده بس انا مش عارف يعني مش هو اصلا كل الكونفجريشن هنا مش عارف اوكي انا بقول لك ان في ايه الاوثنتيكيشن اوبشن دوت بقى موجود هشوف دلوقتي يمكن يكون موجود عندنا في جي ان اس 3 ايه اوريه لكم لكن هو ده اللي سكيور يعتبر سكيور النهارده مش الايه الام دي 5 تمام. لكن الديفولت اللي سيسكو عايزك تعرفها ان او اس بي اف عنده في الحقيقه ثلاث انواع اوثنتيكيشن تايب 0 تايب 1 تايب 2. تايب 0 دوت هو النل اوثنتيكيشن يعني هو ده اللي شغالين بيه دلوقتي من غير ما انت تعرف انت شغال دلوقتي اوثنتيكيشن تايب 0 اللي هو مش موجود اللي هو اصلا نل. اما 1 دوت اللي هو ممكن نسميه ايه كلير تكست يعني في باسورد بس بنحطها هنا في الاخر حط الباسورد كده طبعا يعني ده كلام ملوش اي معنى. واخيرا تايب 2 اللي هو ايه؟ ام دي 5 طبعا الجديد بقى خالص اللي هو الشهر ده يعتبر ايه اخر حاجه بعد كل دول تمام؟ يعني ده اللي علينا قصدك يعني انت كده ولا حاجه بنقول عليها امال ليه ما كانش بقول لك المنهج بتاع السي سي ان اي تمام اللي انت هتفتحه وتبدا المنهج اونلاين هتلاقي الثلاثه دول اوكي اللي علينا رسميا عشان السي سي ان اي الجديده واقف ده اتلغت اصلا؟ السي سي ان اي الجديده طب الحاجات دي اتلغت لسه موجوده في الكريكولم ده؟ اه طبعا طب انا اعرفها منين؟ ولا ذاكرها وخلاص مش كتير كتير هو الفيلم ده الشرط الوحيد اللي انا مش هشرحه يعني انا اي حاجه اتلغت حتى الان من المنهج كنت بدايته شرحتها لان التوبيك عباره عن صفحه تمام او صفحتين زي حاله الريزنتيكيشن ده فانا مش شايف ان هو له اي يعني حاجه مش هيدورك حاجه من اللي انا اعرفه
لكن الطبق الوحيد الكبير اللي اتلغى هو فريم بلاي. هو عشان طبق 100% معاه ان هو يتلغى. مش هتسافر زيي؟ لسه في الوقت بصراحه. فاذا قال لي القصه اهو زي ما انا شرحتها، الداتا مع الكي ده اللي هو الباسورد بيخشوا في الخلاط بنقول كده بتاع اي دي 5 يطلع لي السيجنتشر. انزل تتبعت الداتا ديت مع السيجنتشر دوت تروح لار 1 تمام. ار 1 لما تدي له الداتا مع نفس المفتاح عنده نفس الخلاط اللي هو ام دي 5 يطلع نفس السيجنتشر تعمل كومبير. لو السيجنتشرز ما لقتش حد قالها وبالتالي الهاكرز ما ينفعش كده يضحك. واضح؟ هو الوست كيس مثلا لو انا في البيت وبنتي داتا في الوست كيس برضه بينك وبنتي داتا في ديفولت لا بس مفيش اي راوتنج بروتوكول شغال، والراوتر اللي عندك في البيت اكشلي كيبل ان هو يشغل ريب اخويا بس ما هو ما يشتغل عليه، مفيش اي راوتنج بروتوكول ما بينك وما بين الاي سي سيرفيس على طول كده لا ده ديفولت لا بس ستاتيك على طول. ادي مثال اهو زي ما قلنا الابديت اهي مع المفتاح دخل في الخلاط طلع ايه السيجنتشر دوت تمام والسيجنتشر اللي اتبعت مع الابديت وبالتالي هيوصل هنا اخد نفس الابديت مع نفس السيكريت كي اللي عندي لو السيجنتشر ماتش اكسبت او مش ماتش هاجي محدش كده يعرف ايه النظام كده. اوكي بيقول لك بس في فيرجن 3 ما فيهوش في الحقيقه اي اوثنتيكيشن كابابيلتيز اوف اتس اون. ليه كده؟ لا هو الاوثنتيكيشن احنا المفروض فيرجن 3 احدث من فيرجن 2 في العالم. اي فيرجن 6 بقى نفسه في سكيورتي اعلى بكتير من كل اللي بنقوله دوت لانه بيسبورت حاجه اسمها اي بي سيك يعني لسه في الفي بي ان ان شاء الله لسه في الموديول الاخير وبالتالي لما تيجي تقدر تشغلها تقدر تشغلها كوماند زي كده وده بيشغل ايه الحاجه اللي اسمها اي بي سيك اللي هي اقوى بكتير من الكلام ده اللي هي برضه جوه بتسال ان شاء الله اللي سالوك عليه دوت مثلا يعني لكن انا قصدي ان هو اصلا في سكيورتي عاليه جدا بالت ان في اي فيرجن 6 غير اي فيرجن 2 تمام. فبالتالي اوس بي فيرجن 6 انا هعمل لسه اوثنتيكيشن خاص بيا لا هو اصلا ايه ممكن يشغلها عن طريق اي بي 6. الكونفجريشن كوماند بتاعتنا غريبه شويه وطويله وبالتالي كويس انها مش عليك يعني بس يعني نو اتس جاست ايه وين يو سي يعني. فاول كوماند اللي هو بينيبل التايب بتاع الاوثنتيكيشن يعني لازم احدد له هو 0 ولا 1 ولا 2 طبعا مش محتاج احدد 0 اللي هو باي ديفولت لكن لو عايز احدد 1 او 2 ازاي اشغل الاوثنتيكيشن قال لك في 2 تايبس يا اما تشغل الاوثنتيكيشن تحت الراوتر او اس بي اف بروسيس بالامر ده اريا 0 اوثنتيكيشن مسج دايجست الكلام دوت اي انترفيس في اريا 0 هتقلب دلوقتي بتشتغل تايب 2 اللي هو مسج دايجست. فاهمين الكوماند فايدته ايه؟ يبقى اذا بامر واحد كل الانترفيسز كده قلبوا بقى ايه الاوثنتيكيشن بتاعهم تبع ام دي 5. الطريقه الثانيه انك تخش تحت الانترفيس وتقول لها اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن مسج دايجست الانترفيس اللي عليها اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن مسج دايجست نفس الكلام. يبقى اذا يا اما انيبل تحت الراوتر او اس بي اف وده بيبقى انيبل لكل الاريا انترفيسز يا اما تحت كل الانترفيس. بس ده بيعمل ايه سواء كده او كده؟ ده بيشغل بس بيقول له تايب 0 ولا 1 ولا 2 فين بقى الباسورد؟ عايزين الباسورد. الباسورد كده كده لازم تكتبها تحت الانترفيس لان اساسا نفترض يعني لو انت راجل سكيورتي حويط شويه هتبقى كل الانترفيس ليها باسورد مختلفه. المفروض فاهمين يعني في الرسمه اللي فاتت دي مثلا اهو هنا باسورد ما بين 1 و 2 لكن 1 و 3 باسورد ثانيه و 2 و 3 باسورد ثالثه. صح؟ المفروض. فبالتالي الامر بتاع الباسورد نفسه لازم يكتب تحت الانترفيس وبرضه طويل شويه وبعدين اي بي او اس بي اي بي او اس بي اف مسج داش دايجست داش كي واحد ده رقم المفتاح ام دي 5 ده هو المفتاح سيسكو داش 1 2 3 لكن طويل ازاي؟ عشان برضه بالكونفجريشن على السيت اللي لازم تاخد نفسه بالظبط كوبي وبيست وتحطه الناحيه الثانيه هنا وايه العلاقه الكبيره ما بينهم على طول. فاذا لو حبينا نطبقه هنا في الراجل دوت مثلا ما بين 5 مثلا و 2 او whatever اي بي او اس بي اف تمام اوثنتيكيشن تمام وبعدين هنا تشوف الاوبشنز هتلاقي في ايه نل ومسج دايجست تمام وانتر لو دوست انتر في الحقيقه يبقى هو تكست يعني لكن هنا هنقول نروح لاي مسج دايجست ودوس انتر كده انا اخترت التايب بتاع هذه الاوثنتيكيشن بعد كده اي بي او اس بي اف بعد كده اقول مسج داش دايجست داش كي وتدي له رقم 1 الرقم ده لازم يماشي لحد ايه مش بس الباسورد وبعدين تقول له ام دي 5 معرفش ايه لانه مفيش اي اوبشن تاني اصلا وبعدين تكتب الايه الباسورد بتاعك مثلا سيسكو 1 2 3 كله سيكت يبقى اذا قلت له مسج دايجست كي مفتاح تسلسل رقم واحد نوع ام دي 5 لو مفيش نوع تاني وحطيت سيسكو 1 2 3 لو قطع كده 5 باس اصلا لوحده 5 وقع عند الناس كلها في حسابات الناس كلها هنا هو 4 مش شايف ما يعرفش ان هو 1 2 3
طيب او جاي عامل هنا نفس الكلام او جاي له اي دي او اس بي اف اوبليكيشن ومسج دايجست ده النوع وبعدين اي دي او اس بي اف مسج داش دايجست لازم اقول له واحد ولازم اقول له ام دي 5 وبعدين يبقى عامل لي سيسكو مش واحد كتير رقم رقم مسلسل مش اي رقم انت بتختار اي رقم انت بس المهم يكون موجود ناحيه ثانيه اوكي طيب لو بصينا كده هتلاقي علاقه الجينات اتعملت بس انا عايز بقى اوريك الكابشر ايه اللي اختلف احنا عملناه ما بين جين ما بين 4 و 5 صح؟ عرفت كده المسج بتاع 4 هتلاقي فيه ايه نزال هنا اوث تايب 2 اوث كريبت اي كي اي دي 1 تمام اوث كريبت سيكونس نمبر اوث كريبت ديتا شايفين ده هو ده الهاش ده في الهلو حتى كل المسجز اوث بي حاجه معايا هذا الكلام واضح قصه؟ ليه لان دي بتتحط في الاوث بي هيدر يعني بص المسج كده اصلا في الهلو باكت اللي هي نفسها من جوه لكن في بقى حاجه اسمها ايه؟ الاوس بي اف هيدر فده بيتحط فيه بقيت كده تايب 2 انت اوثنتيكيشن مفتاح رقم واحد وادي الهاش نتيجه الهاش بتاع الهلو لو جبت مسج مثلا تبعته هتلاقي ما زالت اوس تايب ايه؟ نل اوس ده ايه؟ مفيش مفيش اوثنتيكيشن وبالتالي مفيش ايه؟ داتا معايا لكن 4 هتلاقي ان هو تايب 2 وهتلاقي فيه الاوثنتيكيشن و5 وتضرب معاها و5 هتلاقي ايه؟ الاوثنتيكيشن تايب 2 وبرضه ايه؟ الاوثنتيكيشن داتا دي هي ال الاوثنتيكيشن الجديد طبعا مستحيل افتكر الامر بتاعه او اس بي اف الاوثنتيكيشن هنشوف او اس بي اف 2 كريبتوغرافيك اوثنتيكيشن ثانك يو وعايزين كونفشن كمان شغال بس ماشي كي تشين اوكي كونفشن ابريزم اوكي ممكن اجرب اشوف اي بي اي سيك اي بي او اس بي اف كي اوكي مش سبورت على الفيرجن ديت او على الراوتر دوت بالتحديد او ده شو فيرجن دي فيرجن كام 15.2 ما فيهاش ايه هذا الموضوع I think ان انا لو جبت راوتر اللي هو الفيرتشوال اي او اس اللي موجود عندنا لو انا مش وصله بيهم يعني بس انا هعمل له ستارت كده سريعا ونشوف التواصل بتاعته ده اللي هو الفيرتشوال اي او اس اللي قلنا عليه ان هو مش زي دوت ده عباره عن راوترات اللي هي 7200 ايميوليشن راوتر 7200 كل دول في الحقيقه عشان كده كتبهم هنا هم 7200 لكن ده راوتر اللي هو قلنا عليه الفيرتشوال راوتر اللي هو سيسكو منزله فيرتشوال اي او اس وهو دوت اهو اسمه ايه اي او اس بي اللي هو الفيرتشوال لا حاجه اسمها الفيرتشوال راوتر بتاعهم فبالتالي هتلاقيه اقوى شويه بس هشوفه على الفري مش بنسرعه عادي بنسرعه برضه سيسكو مش حطاهم في الفري اللي انت تستخدمه في اي حاجه طيب عقبال ما يحمل نراجع كده الفكره بتاعتنا يبقى ده كده خاصيه الايه الاوثنتيكيشن والفيريفيكيشن بتاعها طبعا اللي انت بتقول له شو اي بي او اس بي اف انترفيس بتلاقي ظهر حاجه جديده ما تلاقيش موجوده تحت فاذا لو هنا عملناها في 5 هنقول له يو شو اي بي او اس اس انترفيس جي 0 سلاش 0 تلاقي اخر حاجتين تحت بيقول لك ايه مسج دايجست اوثنتيكيشن ليبل يونجست كي اي دي از واحد ده رقم ما بيقولكش اقعد ابص كده مش مبين يعني لكن يونجست كي اي دي از واحد ده معناه ان المفتاح رقم كام رقم واحد هو اللي شغال تمام فاذا شغلنا كده ام دي 5 ليه موجود عندنا وكله تمام لسه قايل محمد في اخر خالص اوكي هو ما جابش اوس بي فيرجن 3 طبعا لان زي ما اوس بي فيرجن 3 ما فيهوش نفس العوامل اوس بي فيرجن 3 بيشتغل بالنوتيفيكيشن ده خالص حاجه اسمها اي بي سيك مش هنشوف فيه ايه الكلام اخر حاجه بقى في الشابتر هي ال ترابل شوتنج زي ما قلت دوت فيري فيري important فهنتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي محتاجين السبورت بتاعه في الامتحان جدا جدا واول حاجه على طول داخل فيها هي الـ OSPF adjacent CNA هي ديت نمبر 1 برايورتي او مشكله بالنسبه لنا في على الاقل مستوى سي سي اي يعني بشكل ترابل شوتنج كتير بعد كده بيوم يعني الـ سي سي اي او بتخلص لكن دي بالنسبه لنا احنا على التارجت بتاعنا تبقى مهمه جدا. ايه اللي يخلي الاو اس بي اف نيبرز ما يبقوش نيبرز؟ او هم متوصلين ببعض. اول حاجه بعيدا عن الاو اس بي اف خالص. هو
ودي حاجة المفروض تكون موجودة كأساس في أي راوتينج بروتوكول عامة أو في أي ترابل شوتينج بالنسبة لنا. إيه هي؟ يعني إيه البيزكس اللي أبص عليها مالهاش علاقة بـ OSPF خالص؟ إيه هي؟ انترفيسز. أعمل فيها إيه الانترفيسز؟ نشوف الإيه؟ بالظبط، أول حاجة نشوف الستيت بتاع الإيه؟ الانترفيس، صح؟ محتاجين نعرف اللي هي أب وأب ولا لأ، لأن ده كده اللي هي 1 واللي هي 2. من الناحيتين نتأكد إن هي أب وأب. ايه تاني حاجة؟ موجود هنا سبورت. شوف الايه؟ الاي بي هات. بعد كده نشوف الاي بي ادريس. الاي بي ادريس ممكن تكون غلط او الصندوق ماسك ممكن تكون غلط، تمام؟ فلازم نتاكد نفرفاي الاي بي ادريس والماسك اللي جابها لك في بتاع كذا مره. الدي لانس كان بيطلع لك اي بيز. مش عارف ايه الترمينال اللي بيطلع لك الراوتنج. لازم الاي بي ادريس تبقى موجوده عندنا في الترمينال شوتنج. لكن الاي بي ادريس صح والماسك صح. ونعمل كمان بينج. عملت بينج ما بين التو راوترز اللي هم المفروض ان هم ليفرز على اللينك معينه من ناحيه دي لناحيه دي وشغاله عادي. يبقى كده الرايت لايرز ريدنج. بعد كده اخش بقى اشوف مشاكل الاوز بيف. لكن ما تخش اشوف مشاكل الاوز بيف اللي هكتبها لك على السبوره دلوقتي الا لما تتاكد الاول من البيزكس. انا بفترض من الاول انت فاهم كويس وعارف يعني نتورك، وبالتالي هتتاكد من الاول البيزكس. في بينج شغال ما بين التو ديفايسز، الاي بي ادريس الصح والانترفيسز من ناحيتين اب واب. طبعا واضح زي ما قلت لكم هنا ان الكوماند موجوده اهو اللي هي موتور اي بي اوز بيف كوميونيكيشن. ظهر لي حاجه اسمها كي تشين، وهنا بتكتب حاجه اسمها اسم كي تشين يعني امتلك مفاتيح. ايه مدارك المفاتيح دي؟ هو دي بقى الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها ايه انشاط. كان حاجه اسمها مدارك مفاتيح اللي فيهم كذا مفتاح في الحقيقه. ممكن تعمل مفتاح رقم 1 2 3 4 5. هنا بتقول له اسم الايه الميدانيا وات ايفر، وبعد كده بتقول له سنتر. كده بقول له الانترفيس ديت بقت مرتبطه بهذه الميدانيا اللي هي فيها مفاتيح معينه. طبعا في شخص بتلعك عليها يعني، لكن هي دي الطريقه اللي بنتعامل بيها ايه انشاط الابلكيشن. بتعمل مفتاح وعادي جدا وكل حاجه، بس لا مدك سطح. يعني الفكره كلها ان المفتاح دوت ايه مدك سطح. مش هتوصل حاضر، بس شايفين 256 لحجم المفتاح في الحقيقه 256 بت. يعني ده المفروض 128 بت، ده 160 بت، 256 512 اي واحد من الثلاثه دول. طبعا كل ما زود كل ما يبقى اكبر، بس هو بيبقى متعب اكتر بالنسبه للبروسيسنج. بس اوكي ما فيش اي مشكله، الثلاثه دول ما اتكسروش. فاذا لو اشتغلنا بيهم لو اخترت اي واحد من دول قلت له كده بس المفتاح دوت وعملت كده، وبعدين عملت بقى لي ان هو حاجه اسمها الكي سترينج اللي هي الباسو نفسها. اوكي 6 4 1 2 3 4 5 6 خلاص. انت كده عملت مفتاح وتربط اللي اسمها تحت الانترفيس. كده انت اشتغلت ايه شا 256 اللي هو قوي جدا كهاشنج الجوريزم، نفس اللي بيستخدمه في الدي بي انز وفي الاي بي سيك اللي انا شرحتها بعد كده. يعني ده سريعا هو مش علينا، بس اديك شفت الفكره بتاعته. نرجع بقى للتراب شوتنج بتاع النيتورز. وزي ما قلنا مهم جدا انك تبقى فاكر كل اللي هقوله دلوقتي كده اللي هو بتاع ايه؟ الشروط. الشروط اللي بيشترطها هو اس بي اف المفتري بيشترط شروط كتيره في الحقيقه عشان خاطر نبقى ايه؟ جيران. ايه الشروط بتاعته؟ نمبر 1 اول حاجه راوتر داش اي دي ماست نوت ماتش. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش راوتر هنا مثلا 1 وال2 لو بتاع ما ينفعش تلاقي الراوتر دي بتاعته 1111 وده يقول الراوتر دي كام 11111. ايه اللي انت بتقول ده؟ هيطلع لك سيت اب اسمها دوبليكيت راوتر اي دي. سيت اب بتطلع سيت ايرور تمام. ده يعني واضحه قوي يعني ما استاذكم بتحلها لك في دوبليكيت راوتر اي دي ديتكتد. نمبر 2 اللي لازم يماتش بقى دلوقتي بالنسبه لنا لسه قايلينه الهلو انترفل. ماست ماتش اوكي وصديقه معاه برضه نمبر 3 البنت انترفل ماست ماتش. نمبر 4 النتورك تايب ماست ماتش. هو يعني ده في كلام ادفانس شويه بس تقريبا يعني هو معقوله مثلا الراوتر ده هيبقى النتورك تايب بتاعته شايفها ان هي بوينت تو بوينت ودوت هيبقى شايفها ان هي مالتي اكسس مثلا. الطبيعي لا. اوكي
بس يعني قلنا في حاجات ادفانس بعد كده ممكن يبقى فيها تخين خصوصا في الحاجات الفريم ولاي. اوكي فبس يعرف ان هو نتورك تايب ماست ماتش بس يو ويل نيفر سي ات يعني سواء ان ريل لايف او ان اكزام. نتورك تايب ماست ماتش ايه تاني؟ السب ميت ماسك. سب ميت ماسك انا شيكت عليه ماليش دعوه اسمي بيشيك عليه لوحده يقول لك برضه ماست ايه ماتش سب ميت ماتش الماسك بتاعي لازم ماتش. تاني لسه في اريا مختلف الاريا اي دي برضه ماست ماتش. ما ينفعش انت تبعت لي تقول لي اريا 0 وانا اقول لك اريا 1 تقول لي احنا عندنا برضه الاريز جميل جدا. الراوتر ممكن يكون في مالتيبل اريز لكن ما ينفعش نفس الانترفيس تبقى في مالتيبل اريز. اوكي لو مش فاكرين الاريا بتبقى عباره عن راوتر هنا كده متوصل كده ومتوصل كده هنا دي اريا وهنا دي اريا بقى الراوتر هو اللي قاسم الموضوع في النص مش الانترفيس اللينك دي قاسمه ايه دي. فاذا ده عمره بقى ايه ده هيحصل. طيب ايه تاني؟ لسه ها؟ لا بروس اي دي مالناش اي علاقه بيها خالص دي علاقه باللوكال كويس انت سيرتها لان دي حاجه مهمه جدا لازم تتطور فيها ان هي شرط من الشروط بتاعتها. لا خالص انا ممكن اقول راوتر واحد انت راوتر بروسيس راوتر او اس بي اف واحد وراوتر اثنين راوتر او اس بي اف 50 انت معاك الحاجه من واحد لغايه 65535 عشان لو عندي كذا راوتر او اس بي اف بروسيس اما ايه هم؟ ايه الكلام دوت؟ على نفس الراوتر هل ممكن نعمل كذا او اس بي اف بروسيس؟ يس. هل هنعمل كذا او اس بي اف بروسيس؟ نو. فيري فيري ليمتد سيناريو 1 ان مليون سيناريو ان انت محتاج نعمل اثنين او اس بي اف بروسيس. اوكي؟ برضه حاجات فيري ادفانس. لكن الطبيعي ان هي او اس بي اف بروسيس واحده فبالتالي خلاص. لكن اكشولي ما دام الحاجه سيسكو تقدر تعملها فسيسكو بتعمل يعني فاهمين الفكره؟ حتى لو واحد في مليار ما عندهمش مشكله تبقى موجوده. تمام؟ حتى لو مش اتلغت من العالم هي موجوده خلاص. عشان كده ده فايدته. اوكي والنمبر برضه سيسكو الناس بتلخبط فيه بس ما اعرفش ليه الرقم ده يا جماعه من 1 حتى 65535 مش هتقدر تحفظ ده. النمبر ده بتاع الاريا من 0 حتى 65535 فهنا ما ينفعش تكتب 0 هنا ينفع تكتب 0 ده انت اكيد هتكتب 0 ده هو ده رقم الاريا بتاع الباك بون فلازم هيبقى عندك حاجات كتيره 0 صح؟ فدي نقطه يعني هايفه لكن بتزيد. فاذا ايه كمان كده طيب؟ قلنا النسخه دي طلع بالظبط الاوثنتيكيشن اوكي الاوثنتيكيشن كله معايا كده اهو اوثنتيكيشن ماله؟ تايب الاول ماست ماتش والاخيره بعد طبعا الاوثنتيكيشن اكشولي يعني هنقول ايه؟ كي مثلا اوكي عشان ما تبقاش باسورد ماست ايه ماتش هي نفس الفكره طيب يبقى ما ينفعش انت تقول لي الاوثنتيكيشن بتاعك ام دي 5 والتاني شهر ما فيش حتى راح نفس الباسورد فاش سكيشن تايم هنا ام دي 5 وهنا ام دي 5 بس الباسورد هنا غير الباسورد هنا شفت المفتاح تمام مفتاح ولا مفتاح كل دوت لازم تبقى شروط موجوده عندنا عشان خاطر ايه نتفق مع بعض طيب يعني كمان مش شرط بس ممكن تبقى غباء منك حاجتين كمان في الحقيقه ايه هما الحاجتين كمان؟ لا ده المؤمنين بقول لك حاجتين غير دول غير الثلاث شروط دي كده فاهم حاجه ثانيه غيرهم بس غباء منك ملهاش علاقه مش شرط من شروطه يعني دي شروطه هو هو اس بي اف بيشترط عليك يعني ايه بقى هو صح بس يعني ايه قايم عليه اس بي اف ان انا اكون كتبت ايه بالظبط النتورك ما تنساش اللي هو الميسنج ممكن نسميها الميسنج ايه نتورك ستيتمنت هو ازاي او اس بي اف بيشتغل على الانترفيس اصلا ويبدا يبعت عليها هلو صح بنكتب ايه امر نتورك يبقى بنقول ميسنج نتورك ستيتمنت طب انا حطيت النتورك ستيتمنت وبرده فشل الاو اس بي اف يبقى انا عملت ايه حركه ثانيه عليا؟ لا نتورك ستيتمنت صح حطيت نتورك ستيتمنت رقم صح والفايل كارد ماسك صح كله صح واريا صح لا ملوش علاقه هو ممكن يبوظ الحسابات لكن ما يخربهمش ما يبقوش جيران هيبقوا جيران وحبايب حتى الحسابات بتاعتهم مش زي بعض. تمسكهم بقى كنت طلعت فوق شويه حطيت سيرفيس حضرتك حطيت باسيف انترفيس وطبعا مش المفروض تبقى باسيف انترفيس باسيف انترفيس هنا دي زياده على انترفيس سريع هنا حطيت على الانترفيس دي باسيف انترفيس لازم تبص على بطل يبقى هلو فانت كده عامل نتورك كله تمام بس يا راحت ما فيش اي حاجه هتحصل لان انت قلت له الانترفيس السيريال راح على الاخضر خليها ايه احسن واضح فزي ما انتم شايفين الموضوع كبير مش سهل ولازم تبقى حافظ التشيك ليست دي كلها او مش حافظها افضل انت تكون فاهمها يعني التشيك ليست دي كلها كده بهذا الشكل عشان تقدر تضرب الشوط ده في الحاله العمليه او في الاكزام وده بيجي في الاكزام
اللي هو بتاع السيميليشنز المشهوره اللي ما اعتقدش سيسكو هتشيلها من الامتحانات الجديده، هو السيميليشن بتاع الاو اس بي اف نيبر سيم. تمام؟ عندك 10 شروط او 8 شروط، ويعني خطأين ممكن يتسببوا في ان احنا ما نبقاش ايه جاي. واضح؟ طيب قبل ما نكمل بقيه الترابل شوتنج سريعا كده نراجع ايه الاوامر اللي انا كتبتها في الراوتر او اس بي اف، كنا لسه قايلين سيرته دي بروسيس اي دي بعديها. الراوتر دي اللي هي اكس دوت اكس دوت اكس دوت اكس، ده هيبقى الرقم بتاعي، اي رقم انا عايزه بمزاجي هو ده الراوتر بتاعي. اوتو كورس ريفرنس فاندوز هنا بنحط غالبا 1000 او 10000 لو انت عايز، مفيش مشكله ان هو بنعدد في راس المعادله بتاعتنا. نتورك هنا طبعا بنحط اكشلي النتورك اي دي او اي بي يعني، وهنا بنحط الايه الوايلد كارد ماسك بتاعنا. اما هنا الطريقه الثانيه كنا بنحط الانترفيس تمام اي بي صح، بس بنثبت معاها ايه؟ 4 هوت دول الترتين بقى، بس سيسكو بتبريفير ده في الاكزام او في باكت تريسر او في اي حاجه. بتبريفير ان انت تحط النتورك اي دي ادرس وبعدين الوايلد كارد ماسك بتاعها، وبعد كده طبعا هنا النمبر اوف ايه؟ اوف دي اريا. بس الانترفيس ده مفهوم بالنسبه لنا، الفورك انفورميشن جنريت لسه واخدينه لو بيوزع الديفولت راوند. دي الاوامر اللي تحت اسمها بروسس. في اوامر ثانيه تحت الانترفيس زي اوامر باندوز خدناها قبل كده، بنكتب هنا الاكشوال باندوز اللي عندي، هنا بكتب الكوست وده بيلغي باندوز وبيلغي اوتو كوست ريفرنس باندوز. هنا البريورتي لسه واخدينها النهارده من 0 to 255 الى اللو انترفل والاي والتريت انترفل. ما كتبتش اوامر ريبريزنتيشن لو مش عايزك تسجلها ولا تكتبها عندك، انا وريتها لك زياده ان هذا بس ايه تعرفها في الحاله العمليه. واضح؟ بعد كده لسه كامله بالايه بالاوامر بتاعه الاو اس بي اف كونفجريشن، وده هنا موضوع الايه الشروط. ومربع بقى الحاجه الاخيره وهي اوامر الشو، وعندنا اول واحد شو اي بي راوت طبعا، عندنا شو بعد كده اي بي بروتوكولز ده مهم جدا طالما معلومات اساسيه. عندنا بقى بعد كده شو اي بي او اس بي اف نبتدي بقى بالاو اس بي اف، والاول واحد اللي هو نيبرز. عندنا بعد كده شو اي بي او اس بي اف برضه، بس انترفيس انترفيس كذا بنحط هنا الانترفيس بتاعتنا شفناها كذا مره. عندنا ايه كمان؟ عندنا في الحقيقه شو اي بي او اس بي اف بس، بس انا بقول لكم الامر ده ما بيستخدمش يعني بالنسبه لنا، فا اتس نوت امبورتنت. انترفيس ونيبرز لا مهمين جدا بالنسبه لنا. بروتوكولز برضه مهم جدا، بيدينا معلومات يعني كريتيكال عشان خاطر الدنيا هي اللي تشتغل. في امر ثاني في او اس بي اف مش هنقول كل حاجه. تمام؟ تعالى بقى نشرب شوت. خد ده بداية بس السكشن بتاعي الاو اس بي اف. بيفكرك بالستيتس بتاعت الاو اس بي اف اللي هو بيها زي ما قلت لكم انا ما كنتش عايزك تحفظه، انا عايزك تفهم هو مرحلتين مش ستيتس، لا مرحلتين فيزز يعني. في فيز اسمها استابلش نيبر ادجيسنسي اللي هي بتتبادل مع بعض الهلوز وبتبقى جيران، لكن مش حبايب. عشان نبقى حبايب لازم نخش الفيز الثانيه اللي هي سينكرونايز ايه الاو اس بي اف داتا بيز، اللي هنظبط الداتا بيز بتاعتنا بحيث تبقى زي بعض. انت بقى تحفظ داو انيشال تو واي ستارت اكسشينج نوت ان فول، تمام؟ يعني مش مستوى سي سي ان اي هيبقى مطلوب منك ان انت تحفظ الايه الستيتس كلها بتاعت سي سي ان بي، ما شاء الله يعني تحفظه وتعمل حاجات ثانيه كتير يعني. لكن الفكره داون واضحه اظن وفول واضحه، وهو ده اللي انا عايزه يعني. داون دي شو اس بي اف، فول كله تمام في اس بي اف. وضفنا النهارده ليه واحده ثانيه ممكن تفتكرها، بص بقى هنا واقف عند ايه؟ انت تقف عند تو واي مع الاذرز، الاذرز مع بعضيهم الاذرز صح؟ يقفوا عند تو واي ما بيكملوش هنا خلاص صح؟ يبقى اذا عرفت ثلاث حاجات محلهم او تو واي وايه؟ فول. مش لازم بقى تحفظ الباقي. طيب لما نراجع برضه على اوس بي اف ازاي بيشتغل، الكوماندز زي ما قلنا شو اي بي بروتوكولز هيبقى نشوفهم الاكشوالي واحد من الراوترز بتوع ده. دي دوت مثلا ونخرج بره كده. شو اي بي بروتوكولز ونشوف ايه اب. بيقول لي راوتنج بروتوكول از اوس بي اف 10. اوكي مين ده كده عرفت ايه هنا اول معلومه كده في الترابل شوتنج؟ بص اهي مش عارف في اي حاجه في الترابل شوتنج عرفتها تعمل بيها ايه؟ ولا حاجه. طيب ماشي. Outgoing filter أو incoming filter زي ما قلنا قبل كده بيحصل في كل routing protocol، ومش لازم بالنسبة لنا، دي حاجة advanced اسمها filtering في الراوتس، ما عندناش حاجة زي كده. لكن دي أيوة حلوة أوي دي راوتر أي دي، عرفت الراوتر أي دي بتاعتي عشان ممكن يبقى في مشكلة في الراوتر أي دي. Number of areas in this router is 1، طبعا إن شاء الله في الشابتر الجاي المحاضرة الجاية هيتغير لأول مرة ويبقى 2 مثلا، عندنا 2 إيه ده؟ 2 areas أيوة. وبعدين بقول لك 1 normal 0 stop 0 NSSA، في الحقيقة ده بيفصص لك بقى دول بقوا أنواعهم إيه، بس ده مش علينا حتى في الشهر الجاي.
ماكسيمم باس 4 ده الماكسيمم باس للود بالانس. لما يبقى في عندك كذا نت ورك وكلهم نفس الكوست قلنا بنقدر نعمل لود بالانس ما بينهم لغايه كام؟ ماكسيمم كام؟ 4. ماكسيمم 4. هو ماكسيمم باس ده لو عندي 4 نيروس يبقى 4 باسز ولا 3 باس في ماكسيمم يعني اقدر ابالانس 4. ملهاش علاقه بالنيبرز خالص. لو انا عندي انفورميشن عن راوت في سكه معينه موجوده ليها اربعه باسز بالنسبه لي تمام؟ الاربعه باسز دول اكزاكتلي ايكوال يبقى اقدر لود بالانس منهم. لو في خمسه باسز هلود بالانس باربعه الماكسيموم بقول لك اربعه واكشلي ذاتس ادجستبل. يعني هنا في سريعا مثلا تحت راوتر او اس واحد تاني راوتر او اس 10 وهنقول له ماكسيموم باث هتلاقي ان هو اب تو كام اقدر اعمل لهم اد رايت كام 32 طبعا يعني عدد ضخم. لكن هو موبايل فون كام؟ 4. وبرضه سيناريو قريب ان انت تحتاج تغير. هنا النيتورك كوماندز اللي انا دخلتها واضح ان انا كنت بستسهل لان انا دخلت النيتورك كوماندز اللي هي ايه؟ لايك ادرس 4 اصفار باريا 0. الجيت واي ديت اللي هي معلومات بتاعت او اس بي اف مالهاش اكشلي انفورميشن بالنسبه لي هتلاقي يعني الارقام بتاعت الناس اللي انا اعرفهم. واخيرا ديستنس طبعا الديفولت از 110 اللي هو الادمنستريتف ديستنس. يبقى اذا ده هيساعدك في ايه في الكلاود شوتنج؟ تعالى نفوكس كده بالراحه. اولا الراوتر دي تقدر تجيبه من هنا. النيتورك كمان تقدر تجيبها من هنا. وفي حاجه احنا ما شفناهاش هنا لانها مش موجوده عندي بس انا اقدر اعملها لك بسهوله. اوكي اللي هي ايه؟ اللي هي الباسيف انترفيس. برضه بتظهر في الامر دوت بس انا ما عندناش باسيف انترفيس فانا هعمل مثلا باسيف انترفيس لوب باك واحد تمام وارجع اقول شو اي بي بروتوكولز عشان يظهر لي كده. باسيف انترفيس طبعا لوب باك دي تخيليه فانت ما بتبعتش عليها لو اصليه بس لازم الانترفيس ده مش بين ايه؟ لوب باك واحد. يبقى اذا هنا بتقدر تعرف دول كده ذا موست امبورتنت انفورميشن لان ما تعرفش تجيبهم من حته ثانيه ده اللي عايز اقول لك يعني مفيش امر ثاني هيطلعه لك ببساطه بهذا الشكل. اذا كانت الانترفيس باسيف مين الباسيف انترفيس اللي عندك ومين النتوركس اللي انت مدخلها في او اس بي اف بسهوله جدا بيطلعوا شو اي بي بروتوكولز. الراوتر اي دي سهل تجيبه من حته ثانيه مش مشكله. والبروسيس اي دي ممكن تجيبه ومالهاش لازمه زي ما قلت. واضح؟ يبقى ده اول كوماند كده شفت الاوت بتاعه. ثاني كوماند شو اي بي او اس بي اف نيبر اوكي بيطلع لك طبعا احنا يعني ما عملناهم خالص بقى 1 2 3 دلوقتي مع بعض و 4 5 مع بعض فاصله اللي احنا عملناها بس 1 اهو عنده 2 بيقول لك ده فول سلاش دي ار فول سلاش بي دي ار كده الدنيا تمام بالنسبه لنا ده البريورتي بتاعته كذا 1 اذا الكوماند ده بيساعدني في ايه؟ لان المعلومات دي يعني مش بتساعدني قوي اكتر من مشاكل اه ده هنا في مشكله ايه مشكله؟ راوتر 1 عنده علاقه كبيره يعني هي دي اكشن مشكله وانا عنده علاقه كبيره مع 2 3 رغم ان التوبولوجي بتقول ان هو المفروض يبقى عنده اربع علاقات فين 4 5 من هنا لما انفستيجيت اول امر هستخدمه عشان اقدر انفستيجيت نيبر ريسيرشيب هو الامر ده قبل ما حتى شويه في بروتوكولز ولا اي حاجه ثانيه ده اللي هيخليني ابدا اصلا احس ان في مشكله. ايه ده؟ في اثنين بس؟ طب ليه؟ فوق باربعه ابدا اشوف بقى ايه الاسباب كل الشروط والاسباب اللي احنا قلناها. طيب ايه تاني؟ شو اي بي او اس بي اف تاني الامر ده مهم جدا جدا لان في كميه معلومات رهيبه بالنسبه لنا فنبدا بالراحه كده من اول رقم الاريا وده مهم بالنسبه لنا لان التالت ده اريا 0 والثاني اريا 1 دي مشكله على طول مش هيبقى فيها علاقه كتير حلو جدا. الراوتر بروسيس اي دي وراوتر اي دي ماشي نتورك تايب ماشي لازم يماتش من ناحيتين زي ما قلنا نتورك تايب. الكوست لازم تماتش عادي حتى لو غلط مش مشكله مش هتفرق معايا في حاجه. الستيت مالهاش علاقه ولا بريورتي برضه لو الحاله مش عارف اظهر دي ار ما تفرقش معايا حاجه في الجيل نفسها انها باظت. امال ايه بقى بعد كده دي ار وبي تي ار؟ اهو اول حاجه ممكن تبقى مشكله او ثاني حاجه بعد الاريا بتاعتي هلو 1 وديت 3 اوكي ايه تاني بعد كده سوبر ايه هنا تاني ده بيجيب لي نيبرز اللي هو الاكشن جراف بتاعي وبعدين هنا في الاخر لو في حاجه اوثنتيكيشن هتبقى ظهرت زي ما شفنا مفيش اي حاجه لها علاقه بالاوثنتيكيشن طبعا استاذ كان 4 ولا 5 لو جه عليك هنا هيظهر لك الايه الاوثنتيكيشن فلو رجعنا تاني الهلو موجود هنا والذات في السطر السادس ولا السابع كده ايه تاني موجود عندنا فيرا راوتر اي دي والكوست قلنا ليه تاني اريا اي دي عشان تعرف انت في انهي اريا والهلو والديد بنبص عليهم واخيرا بنبص على اخر سطرين ونشوف هل في مسج دايجست اوثنتيكيشن او في حد تكست اوثنتيكيشن او وات ايفر تمام يبقى دي اللي المين ايفر شو اي بي بروتوكول شو اي بي او اس بي اف نيبر شو اي بي او اس بي اف انترفيس زي ما قلت ده نوت سو امبورتنت بس انا هقول لكم برضه هو شو اي بي او اس بي اف بس شو اي بي او اس بي اف بس بيطلع لك حاجات كتير قوي و 90% من الحاجات ما خدناهاش ولا نعرف عنها حاجه بيبدا هو براوزنج بروسيس بعد كده ستارت تايم بيطلع لك بيلاقي كلام غريب جدا لغايه هنا بس تلاقي بقى في جزء كده داخل لجوه اريا باك بون زيرو وبعدين شويه معلومات عن هذه تمام
وعندنا مالتيبل ايريز هتلاقينا كل اريا وموجوده متكرره تحتيها ايه المعلومات بتاعتها. فالمعلومه اللي ممكن تفيدنا هنا هم اول سطرين دول. Number of interfaces in this area is 2 ومنهم واحده الباك. Area has no authentication. دي ممكن تكون معلومه بس برضه معلومات ممكن نجيبها من حته ثانيه. امر الانترفيس هيقدر يوريني هذا الكلام. امر الانترفيس يقدر يورينا ايه الموضوع. بس عشان كده بقول لك الامر ده مش فيري يعني ايه امبورتنت او امبورتنت خالص اصلا بالنسبه لنا على مستوى السي سي اي. او في معلومات طبعا رهيبه جدا لكن مش في القصه بتاعتها في السي سي اي خالص. اوكي؟ طيب هنا بقى ده ايه الفلو شارت اللي قدامك هنا ديت بتبدا من البدايه خالص بيقول لك كونكتيفيتي ايشوز دوت راوتنج. يعني انت متاكد ان هنا مش عارف اوصل لحاجه بسبب الراوتنج مش بسبب السويتشنج ولا لان مثلا بتبص ولا انترفيسز ولا حاجه زي كده. فاول حاجه ببص عليها هل نيبر تيبل كونكت يعني بقول له شويه يبقى سبيك نيبرز او هتبقى نقطه البدايه بتاعتي لقيت اثنين جيران بدل المفروض يبقى فيها اربعه ابدا اسال نفسي كان لقيت زي ما هنا فاول شويه. ار ذا انترفيسز اوبريشن اب واب تمام بينج تمام كله شغال ده بقى الانترفيس اوبريشن. بعد كده هل الانترفيسز انيبل في الاوس بي اف وده معناها ان هم لازم يكونوا ابر نتورك بتاعهم موجود. Does the اوس بي اف اريا ماتش Is there an interface that is configured as passive? طبعا هو ما كملش بقيه الشروط لان هم كتير قوي بس بقى طب الهلو تايمر والديد اند تايمر ماتش طب النتورك تايم ماتش وجاب لك الاريا طب الراوتر دي ماتش ده غلط هو مش المفروض دي ماتش تمام الاوثنتيكيشن تايم طب الاوثنتيكيشن تكست نفسه او باسورد كل ده لازم ايه ماتش. فبيقول لك الاول انت تستخدمه عشان تجمع هذه المعلومات طبعا شويه دي انترفيس بريف كده حاطه عشان خاطر الموضوع اطول واكبر والاي بي ادرس والايه والبريف. طب لو جدول النيبرز احنا كل ده مركزين قوي على جدول النيبرز لو جدول النيبرز اوريدي تمام وكله تمام وخلاص الكلام بتاعنا كله موجود وبرضه لسه في مشكله يعني انا بعمل البنج من جهاز لجهاز ثاني وبرضه البنج ده مش عارف يوصل بسال نفسي از ذا راوتنج تيبل كوريكت؟ لا في مشكله في الراوتنج تيبل. ايه المشكله ممكن تكون في الراوتنج تيبل؟ 100% في شبكه مش موجوده يعني ايه المشكله اللي ممكن في شبكه مش موجوده في الراوتنج تيبل؟ طب ليه؟ هل النتورك دي از بينج ادفرتايز؟ يعني اهم حاجه النتورك دي حد دخل عليها امر نتورك مش عندي انا هناك انا عندي مش ظاهر طب ما المفروض هو بيعلنها لي طب هو عنده هناك دخلها بامر نتورك ولا طب رحت لقيته مدخلها بامر نتورك بص بقى السيناريوهات الغريبه هل في اي سي ال بلوكينج ادفيرسمنت وات 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 اي سي ال اللي هي سي ال سيل اكسس كنترول ليست دي كانت لسه ليها علاقه بالموضوع؟ لا قلت لك انا ساعات الاي سي ال احنا جايين بنقول بيرميت كذا بيرميت كذا بيرميت كذا بيرميت كذا بيرميت كذا وفي الاخر في بقى او فانا عملت بيرميت اللي انا كنت عايزه ونسيت اعمل بيرميت لو اس بي اف فانا قعدت اعمل بيرميت للويب والاتش تي تي بي والاس اس اتش والحاجات الترافيك اللي انا فاهمها وفاكرها نسيت مين صديقنا المهم جدا لو اس بي اف وبالتالي لو انت مش عارف تكلم بعض هو ايه؟ اي لا هنا بيقول لي في اس ال بلوكينج اكشولي ادفيرسمنت اللي هو يعني رساله معينه بتاعت اللي هي نكست ابديت الادفيرسمنت عندنا بتعدي ايه؟ هلو ممكن يبقى هلو يبقى كده مش مشاكل هو فعلا تو واي لكن انا بتكلم هنا على رساله ايه؟ ابديت فلتر بيعين برساله معينه ابديتس ما بيجيش لا لو يعني لو عايز بيرميت او اس بي اف بالتحديد بس الافضل يعني زي ما قلنا احنا حسب المكان او الحاجه الانترفيس ديت موجوده دي في ايه ممكن يبقى عاملين ديلاي اللي احنا عايزينه بيعمل بيرميت تاني حسب طيب ازاي انذر راوتنج بروتوكول اللي هو الاي دي بي يوز از ويل ايه الكلام ده؟ لو دي حاجه فاصله لو عندك مالتي بروتوكول انفايرمنت يعني نفس الراوتر شغال عليه او اس بي اف ويا جر بي خلاص نفس البروتوكول شغال بين نفس تو راوترز او اس بي اف ولا اي ولا يا جر بي يا جر بي يا جر بي الاي دي بتاعته الاكسيف ديستنس اللي هي تراست وورز اللي بتاعتنا مقدار الثقه 90 ده 110 مين احسن بالنسبه له؟ 90 خلاص Are all areas connected to area 0 ده شرط من الشروط بتاعتنا لو في area 1 متوصله ب 2 وبعد كده متوصله ب 0 1 دي في لا شيء مش معانا اصلا خالص فاكيد مفيش اي نتورك بنعبزها الله ما بيتوصلها وبيعملوا بينج ما انسى لازم نعمل الاختراع اللي قلت لك عليه اسمه ايه؟ فيرتشوال بينج اخيرا الجدول الجيران تمام جدول الراوتنج تمام عايز ايه بقى تاني؟ فخلاص كل الشبكات موجوده عندك ايه المشكله ممكن تبقى موجوده؟ Does traffic take desired path؟ وده معناه ان موجوده الشبكه بس بتمشي بسكه مش اللي انا عايز امشي فيها. يعني بتمشي بسكه غلط وده ملوش غير حاجتين الكوست والبالانس. اكيد في غلط في الحسابات بتاع البالانس او الكوست البالانس نفسه امر حاجه في الحسابات خليته يختار ايه سكه دي اقل يعني ايه المخاطر بتاعتها والمشاكل اللي ممكن تحصل. شايفين ازاي؟ خطوات طويله طبعا وكتير عشان خاطر تفيرفاي ايه الدنيا تمام بالنسبه لنا بس دي اكشلي الستبس اللي بنمشي عليها كده 1 باي 1 عشان نوصل لايه؟ النتيجه في الاخر ان هو اس بي اف مثلا يبقى ايه؟ اوبريشن.
نفس الكلام اللي العبيطه اللي كتبناها قبل كده اللي هي اوت بوت بيقول لك قول لي ده بتاع انهي امر شغل. طب هنا ده بتاع انهي امر شغل؟ ستارت اب تايم على الاريا باك هول الوحيد اللي مكتوبه كابيتال كده. طيب دوت نيبر ده جدول جلال عبيط خالص. شو اي بي راوت؟ انترفيس او اس بي انترفيس او اس بي اف شو اي بي انترفيس ايه ده؟ ايه دوت؟ نيبرز نيبرز دي فين نيبرز دول؟ ليه مستر جدول عبيط فيه جاء خانتين بالظبط وبيقول لك الجيران كذا 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 كذا. كل المعلومات دي اون بوينج ابديت فلتر اوتر اي دي نمبر اوف ارياز ماكسيموم باس راوتنج فور نتورك كذا وكذا وكذا بس الانترفيس ده شو اي بي بروتوكولز. انا قلت لك في مكان شويه اليوم. اها طب ده؟ انترفيس والله واضحه 7002 دي هايفه يعني شاطرين. طب وده؟ راوت راوت او اس بي اف بالتحديد انا عامل فلتر النهارده او اس بي اف بس. ابو ده؟ يعني يا سلام يعني فول مارك. طيب اكزامبلز بقى وترابل شوتنج نيبر ايشوز وماشى هنا في التوبولوجي ديت ودخل على راوتر ار 1 شو اي راوت ما شاء الله ظلام تام ار 1 هنا اهو وزي ما انتم شايفين شو اي راوت اهو معناها ايه؟ مفيش او اس بي اف خالص. قال له شو اي بي انترفيس بريف فيريفايد الانترفيس بتاعته تمام وعمل بينج على 172 سيشن 3-2 اللي هو اكشلي ار 2 حلو ماشي بالخطوات نفس اللي هو قالنا عليه تمام بنشوف بقى فين المشاكل في اوس بي اف وبعدين ابتدى يتشيك الايه الانترفيس تمام قال له شو اي بي اوس بي اف انترفيس 3-0-0 ابتدى يتشيك على الاريا بص على الهلو برضه انا مش معلم عليها بس انا بقول لك يعني بص على الهلو والاي والديد 0 الهلو 5 ديد اي 20 تمام وبعدين اوكي في اوثنتيكيشن كمان شغال ما شاء الله ده يعني انت عندك كميه ايه كبيره موجوده بالنسبه لنا شو اي بي بروتوكولز لا الراوتر اي دي ماكسيموم باس راوتر او بس بانترفيس وتحتيها سيريال 0-0 بتشك على طول يعني انت نادرا تجيب لما تعمل بس انترفيس سيريال لما هي دي غالبا رايحه راوتر تاني وانا عايزه يبقى جيران واحد فاذا اكيد يعني الحته هنا ظهرت هنا في امر اوس بي اف انترفيس ظهرت هنا ظهرت مش بلاش عندنا في الاوت بتاعي انا مش عامل بس انترفيس نو هلو اه شفتوا باجي بقى اطول نو هلوز ما بين قوسين بس انترفيس بعد الهلو تايمر على طول كده بسطر هتلاقي مكتوبه نو هلوز الهلو العادي بتاعنا اللي هنا مكان السطر ده عشان تعرف بيظهر ايه لو طلعنا فوق هنا اهو بيقول لك فين اهو هلو دو ان كذا يعني مكان السطر ده بيقول لك الهلو جايه بعد كذا فاضل لها 5 ثواني وبعدها فاضل لها ثانيتين 10 ثواني حسب التايمر بتاعك يعني فعمال يعد كده انا هبعت له كده قد ايه لكن لو مفيش هلو زي المثال بتاعه هنا لما هي كانت باسيف يقول لك نو هلوز باسيف انترفيس لا بس طبعا بتوه شويه في وسط البتاع دوت هنا واضحه جدا هنا واضحه وضوح الشمس عامل جدول مخصوص او لسه مخصوصه بايه باسيف انترفيس دخل صلحها نو باسيف انترفيس ايه بقينا جنان على طول اوكي ده اول مثال تاني مثال دخل خلاص هنا نيبرز ونخش على الراوتنج تيبل ايه المشكله بتاعت حضرتك ار 1 شو ايت راوت او اوكي موجود بين 16.0 بين 10.8 وديفولت راوت ار 1 كده تمام اوكي لا مش تمام في نتورك ناقص عنده ديفولت راوت عنده 16 في 2.0 و 10.8 اللي هي دي اللي ناقصه 1.0 دي مش موجود لو طلعت في الجدول عليها 1.0 مفيش 1.0 طبعا ليه؟ ملوش دعوه بقى بار 1 اصلا، ده ار 1 اللي عنده مشكله يروح عند مين؟ مين اللي عنده الشبكه دي؟ ار 3 هل بيعلن عنها ولا لا؟ على طول. فاذا راح ار 3 شو اي بي بروتوكولز عشان ده بيطلع له الاعلانات ولقى فعلا ايه؟ راوتنج فور نتوركس 10.8.0.0.0 ده شيء كان ايه جدا؟ هي الشبكه دي 10.8 لكن مفيش اي امر دخل ايه نتورك دي ايه للشبكه فمفيش هنا اهو وبالتالي لازم نقاد بس فعلا انا شو اي رننج كونفيج سيكشن اوت او اس بي اف مفيش انا عامل نتورك واحده بس الانترفيس ديفولت نو باسيف انترفيس كذا وده ريكومنديشن في السكيورتي يعني لو خدت كورس سكيورتي
هيقول لك ده ريكومنديشن انك تعمل كده. بس الانترفيس ديفولت كلاش دي بس منطقيه. كل الانترفيس ماسك بس الانترفيس ديفولت بالعمل لا خليت كل الانترفيس ماسك. وبعدين نو باسيف انترفيس 7001 لان الاصل في السكيورتي انك تقفل كل حاجه وبعدين تفتح اللي انت عايزه. فقلبها هنا باي ديفولت كل الانترفيس شغاله مش هو واحده بس انا بخش اقول له بس. لكن انا غيرت قلت له باسيف انترفيس ديفولت يعني كله باسيف وبعدين نو باسيف بس اللي انا عايز افتحه واخليه يشتغل. لكن مش هي دي المشكله بتاعتنا لان انا شايلها من الباسيف فالمفروض شغال. المشكله ان انا نسيت امر نتورك هنقال امر نتورك الاول وبالتالي الدنيا هي هتشتغل. اخر واحده لو جاي ليها رساله اقول لي اخر واحده عبيطه طبعا اللي هي ايه الكوست او الباندلتس اللي ماشي بسكه غلط اكشلي اتس نوت يعني بيج ديل من باكج ريسيرش ترابلشوتنج هطلبه من حضرتك. لكن exactly the same بيحصل في OSP 3 exactly the same commands بس بدل IP هيبقى IPv6 هنا. نفس الكلام في أمر ريليفر نفس الكلام في الانترفيس نفس الكلام في OSPF ونفس الكلام في الراوت. اوكي actually OSP 3 there is a lot of difference than OSP 2 كتير. تمام انا عمال اقول ان هو شبه بعض ان هو كذا طب نجري بسرعه الامر هي اللي ده وهو ده بس actually في الخلفيه في كتير او مختلف بس حاجات كلها الفاظ حاجات كلها مش ايه مش كاملت في السي سي. بس انا مش عايزك تاخد يعني ايه الموضوع ان هو actually دي كلهم زي بعض وكله لا هو سبير فيرجن 3 في خدمات كبيره جدا ما بينه وبين هو سبير فيرجن 2 بس الحاجات احنا اصلا ما شرحناش هو سبير فيرجن 2 عشان اقول لك الاختلافات اللي بين هو سبير فيرجن 3. اوكي يبقى هنا عامل اكزامبل ترابل شوتنج نفس الكلام شو اي بي 6 راوت او اس بي اف لا ثلاثه راوتس تعال بص هو ايه كافيه 2 والديفولت راوت وكافيه كام اي 002 تعالى نرجع كده كافيه 2 اهو الديفولت راوت وكافيه اي 002 يبقى ناقصه برضه زي المره اللي فاتت اللي ايه النتورك دي يبقى هروح عند مين؟ عند ار 3 تشيك عليها تعرف شو ار 3 شو اي بي بروتوكولز لا شو اي بي في 6 بروتوكولز والفيري سامبل لاحظ ان هم يعني شفطوه خالص في الاوتر اي دي نمبر اوف ارياز وبعدين الانترفيس اللي فيها فطبعا تلاحظ ان الانترفيس اللي فيها 0 1 انترفيس ده مستحيل فعليا يعني ان هو ازاي لان فعلا المفروض تبقى سيريال 001 المفروض تبقى ايه جي 00 هنا ميسنج نتورك ستيتمنت لا مفيش اصلا امر نتورك في OSPF فيرجن 3 المفروض بخش تحت الانترفيس زي ما هنشوف هنا دلوقتي واكتب الكوماند اللي بيشغل OSPF اللي هو اي بي 6 او اس بي اف 10 اريا واضح يبقى اكزامبل كان مشهور بسيط جدا على ميسنج نتورك من الباكن تيبل بسبب ميسنج الايه الستيتمنت بتاعت الاي بي 6 او اس بي اف وكده خلص الشابتر بتاع يعني سبوزلي ادفانسد او اس بي اف عندنا. وخلينا نشوف الباكت تريسر الاخير دوت يعني لو اشتغل غالبا هطلبه منكم. ده سكيلز انتجريشن تشالنج فبالتالي هتلاقيه يعني في كميه شغل كتير. اوكي بس هو يعني التوبولوجي عبيطه جدا زي ما انتم شايفين ما فيهاش اي حاجه بس هو طالب منك تقريبا كل حاجه طبقناها هنا هتلاقي في ايه؟ او اس بي اف راوتنج ريكويرمنتس ده عادي جدا بس اه في حاجه جديده انيبل اوثنتيكيشن اه ده جديد البرايورتي تبقى كذا البرايورتي تبقى كذا ام دي 5 اوثنتيكيشن هل هو انترنت كذا ليه الانترنت؟ اه يعني هي الحاجات الجديده اللي هو طالب ده التشالنج يعني بتاعه بهذا الشكل وبس يعني هتوزع الفولت راوت تقريبا كل حاجه خدناها النهارده هتوزع الفولت راوت هتغير في التايمر والتايمر اوثنتيكيشنز هتعملها بالكونفجريشن الكلام ده تمام وكده خلص الشابتر بتاعنا فاضل لنا ان شاء الله الشابتر بتاع المالتي اريا في او اس بي اف وده شابتر بسيط مش كبير يعني هياخد مثلا اول ساعه في المحاضره الجايه ولا حاجه وهخش فيها شهر يعني مش حاجه ضخمه لانه بناخده يعني موست اوف ات اللي هو دردشه الموضوع المالتي اريا دوت زي ما قلت لكم فيري كومبليكيتد لكن تسمع عايزك تعرف البيزكس بس بتاعته كلام نظري كده بسيط عن الموضوع هو عامل اصلا مفيش امر انت اوريدي خدت الامر بتاع المالتي اريا اوكي يعني بدل ما تكتب اريا زيرو في الاخر بعد عمرك تكتب اريا واحد بقى مالتي اريا فهنشوفه ان شاء الله ايه المره الجايه اللي ما تنسوش ان هي الديد لاين بتاعكم بالنسبه للامتحانات والكلاس